المطالب مالتنا توفير فرص عمل للعاطلين. اثنين، طرد العمالة الأجنبية من البصرة. جاي يصير رفع تجاوزات بالبصرة للعالم المظلومة وغير المظلومة. هسه العالم الغير المظلومة هذا شيء ثاني، بس العالم المظلومة اللي خصوصا من أهل البصرة، تحديد من أهل البصرة. هاي العالم ماكو هنانة، ما عندنا خوف لا من شغب لا من صدمة لا من قائد عمليات لا من قائد شرطة لا من غيره. احنا وقفتنا ثابتة وعلى حق، لا طالعين لأجل تخريب مثل ما يقولون. وهاي التسقيطات ما تسقيطات، احنا نريد نصير كل احنا يد واحدة لأجل حقوق البصرة وحقوق أبناء البصرة. وشكرا.